اللهم إنا نسألوك ونتوجه إليك. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الطيبين الطاهرين. نتوجه إليك أرجو هذه القصيدة التي كانت تحتها وهي يا من تحرك للوجود بألفاظها العذب الصادقة المخلصة في قول الحق والتعلق بالحق وأهل الحق. اللهم بجاه فروقها نحطها ونقوطها وبصاحب القائدة وبالضمير الذي خرجت منه من قلب قائلها وإخلاصه لذلك هو الشيخ محمد بن القاسم وبشيخه الذي مدحه شيخنا أحمد رحمه الله وبآبائه وأجداده من أبيه محمد بن سيدنا عمر إلى جده الحسن بن علي وبأشياخه أيدي رحمه الله وبأشياخه الشيخ سيدي محمد الأخضر الشيخ سيدي الطاهر الشيخ سيدي أحمد السجاني وإلههم جميعا عند جدهم الحسن بن علي ومجاهم عند عمه الحسين بن علي ومجاهم عند جدهم علي كرم الله وجهه جميعا ومجاهم عند جدتهم وأمهم سيدتنا فاطمة الزهراء ومجاهم جميعا عند محمد صلى الله عليه وسلم ومجاهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم عند ربهم عز وجل أن الله تبارك وتعالى يرزقنا ما رزق به صاحب هذه القصيدة بإجابة دعائه وطلبه وهو طلبه أنه يلتقي مع الشيخ رحمه الله فيه نحن نرجو أن يلقينا الله تبارك وتعالى ببركة ما طلبنا مع الشيخ رحمه الله فضلا وجودا ومنة وكرما ويرفع عنا كل بلاء وكل اعتداء وكل ظلم وكل 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 بلقائنا مع الشيخ رحمه الله على احسن حال واتمه واكمله واقربه بفضل الله وجوده وفضل الله على سيدنا وعلى النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.